خليني منها. الو وي واش راك صباك مليح؟ لا غير لاباس الحمد لله الحمد لله. هاي مع وسيله انا نوجدو هاي خلاص هاي داكور صح صح واش به الو صح صبرك كاك مليح انت وجهك كاينه حاجه كاينه واش كاين غير سيريوزمون اهضري يا ودي ومن بعد خلي عندي هضره معاك لا يما واش بها هذه بدات بسم الله روماركيت هذه البارح واليوم كي قال لي هكا روماركيت بلي تي كي بدات يطلعوا لها واش بها غير الخير بنت وريده يا واش كي ديري لها زعما واش بها يا اختي هي دارت مبيج دان سيركو زعما هذيك تاع كيفاش وسام وهي بدات هذيك تاع رمضان تجوزوا معايا وباش هي طيب تدخل راسهم هذه هي تقول له تقول له بدات بصح هذه هضره ما تقولش شنو قالت تجي كي تجي انا قالت هالي البارح ودرت روحي زعما ما نفهمش قالت بيتك زعما رمضان الاولاني تاعها ما تجوزوش في دارها تجوزوا عندي بداو من دوكا باش نشوف ومن بعد انا نفهمك خلي العشيه جوزي هو اللي في التليفون هذا شغلي انايا المهم شوفي يعني بجد نديرو فيها جو نمسح ويمسح القلب ونديرو غراتان في المقله تاع الشوفلوغ ياك المهم شوفي كيفاش نولي نطيب نوري لهم بلي كنتي فحله بيان سور هذه هي فوالا المهم باش نبداو ليسونسيال شوفي انتيا ما تعمريش كاع راسك انا بعد نهضر معها ديجا نقول له نورمالمون ما تهضرش معها هي كي تجي ما تهضر معها كيقولوا العوايد فهمتي وديجا راكي في دارك وحدك نورمالمون ما فهمتش هذه هي فهمتش انا عارضه ديجا فريده ما كيجي معنا تفطر بيان سور اش بك انتيا اليوم قصره واش نقول لك روحي روحي واش راكي لاباس راكي مليحه سيتي سوق نسلمك نسان بنتي لاباس راكي مليحه تفضلي تفضلي لاباس وسيله هاي كومو واش راكي فريده واش راكي صحيح صافا راكي مليحه صافا توحشتك جيتيني ما نحتك والله ما نحت توحشتك يعيشك واش راكي فريده الحمد لله انتم راكم بخير الحمد لله واش راكم نشرب من السمديه طبعا مسلمين عليكم كامل مسلمين عليكم كامل انت والله ولا غير صباح الله انت واش راكي دايره مع الخدمه مع الدار مع صافا الحمد لله راكي عارفه لازم نوفق ما بين الخدمه والدار كيما مع صحته مع رمضان ايتو لازم الانسان يوفق باش على الاقل شغل نقدر ندير حاجه مليحه تعجب الدار هذا هو لازم هذه سي فري سي فري ويغلبك ولا والو شوفي كاين وكاين كاين ايامات سي فري كي تكون كاينه الخدمه لا شارج بزاف لا شارج ضغط تعب سي فري سي فري وكي ما تكونش كاينه الخدمه اكيد تكوني مبدعه هكا في الكوزينه وطيبي بيايتو يعيشك ياك انا راح عروسه الله يخليك مر رمضان راهي ستاش فيغمي العسكر الله يبارك وهذه هي عادتنا لازم تسمعي الكلام ها نسمعي الكلام هذه هي عادتنا احنا من بكري ديجا نشفع ان كان من وقتي انا ولا وقت خيات الكبار كانت يما شوفي كل ما يلحق رمضان وحده ندخل نديروا لها بث تجريبي تسمى اخر فرصه ليها هي رمضان تقولها اذا تفوتيها 30 يوم في رمضان ديري في بالك بلي عندنا وجزوجنا واذا ما نجحتيش تقولها لا ناجلوا لك العرس الو البنت هذيك كنت حابه تتزوج وحابه تروح لراجلها لازم تولي فنانه في الكوزينه راكي حابه تجي العرس ما حبيتيش تاجلي انا حابه ناجل يلا كنت حابه نزرب دوك حبيت ناجل علاش غير خير اصبح يطلها بدات تحكم من دوك يماه هذه هي قال لك رمضان الجاي تجوزوا معاها حبيت هي شوفي انا يا كيفاش نسكن معاهم يا مات وقعيتي ومن بعد كندي داري نروح قسم زعما هذيك تاع يعرفوني ونعرفهم ما بصح شنو هي طلبت رمضان الاولاني تاعي نجوزوا في دارها هي شوفي هي عادات ما تقضيش بالك كنت نحبك بزاف حابه تشوف حنه يديك كيما حنا شنقولوها تشوفك كيفاش زعما تكوني ماذا بها زعما تشوفك هكا في الدار كيفاش طيبي تشوف علاقتك بخاوت راجلك بخياته تشوفك كيفاش تقدري تتاقلمي مع الوضع لا زعما تاع دوكا يقدروا تاع دوكا لا صعيبه ماهمش كيما جيلنا نو ماهمش كيما جيلنا حنا جينا سي فغي كنا نتحملوا كل شيء شوفي حاجه ما عجبتنيش هي نورمالمون ما تهضرش معاها هي تستنى حتى كي تجي الكبيره تهضر مع الكبيره هذه كاينه هذه ما تهضرش معاها نورمالمون حنا العشية ان شاء الله نري لك الكرافات خلاص اي مور اي مور هكا يمك صح لازم هذه هي يما غايبه اختي حاضره اكيد هذه هي انا يما كيف العمره اوكي جيبوا لك ما زمزم ان شاء الله ربي يخليك ربي يهنيك ان شاء الله جيب سيت الله يبارك ربي يهنيها ان شاء الله يا ربي لا تهنى الله يبارك تبان شاطره سيتيرنا اللي تجي
اللي جينا ضيفه ولا ما زمزم هذه هي حنونه. الله يبارك فيك، ما شاطره. لا غير ما شاء الله. شاطره في الفيسبوك والتيك توك والحقيقه وقيلا والو غير في المواقع. لا لا شوفي بدات شويه يا فريده، بدات باش ما نبريزيهاش. لا لا ولا غير جاب ربي منا 30 رمضان تكوني مراه. انت ما شكيتكش حتى هضري له هكا، حتى تقلبي هات الهضيه ديت هضري. لا 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 نكسروا بينات هذه فريده توا انا واش كاين انت. وشنو دوكا لازم نجوزوا معاها وخلاص. حاولي انت تجوزي معاها. شوفي شتي هذاك الانسان اللي زعما شغل يمسكري في الغضب تاعها شغل معليش. إيه كما قالت لك ساكريفي جوزي معاها. وين على بالك بالك ان شاء الله يجوز رمضان شباب، حابه تكتشفك حابه تشوفك قدامها. والله صدقيني انا خايفه يا فريده اللي حرت. لا 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 مشكيت مشكيت. نقول لك علاش مشكيت، باسكو مادام هي اللي حابه تكوني عندها معناتها راهي حابه برك تكتشفك كيفاش في الكوزينه. هذا مكان صدقيني عقليه والله، وهذه عقليه كامل الامهات امهات الجزائريات كامل هكذا. والله هذه هي كامل. من بعد ديجا نهار اللي تعاود ترجع لدارك وحدك انت تولي تتوحشي تروحي لها. صدقيني اني خايفه لو كان ثاني كعيد الكبير تقولي جوزيها معايا. شتي ديك طلقت لها رايس اللي نقوها تما هذيك تلقت العرايس تاعي. بركه فيش في وسيله، بركه في وسيله تاعي كيف انا هنا وخليها زعماتيك خساره عليك. وما تهضريش كامل هذه الهضره بصح انا العشيه سني تشوفي كيف هذه جوزها في التليفون بيناتنا ما نغوموش حاجه. يا سي غير ماشي لازم. احكي لي اختك راح عروسه ولا مازال؟ اي راح ان شاء الله مور رمضان ان شاء الله تروح. اي مبروك عليها تما يريحها كيما انا يا مور رمضان ان شاء الله. مور رمضان ان شاء الله تروح في رمضان. ودرتوا لها بالتجريبي؟ درنا لها احنا عندنا. شوفي نحكي لكم على العادات تاعنا تاع باش هكا تعرفي. شوفي المدية هي ولاية بزاف محافظة، مازلنا شادين في العادات والتقاليد هذوك تاع بكري. وين الأم ديما احنا نبداو الكوزينات دخلها بالك 9 سنين ولا 10 سنين دخل الكوزينات تعلم كيفاش تولي امرأة ذواقة تعرف تطيب بيان بيان. حتى زعما كيفاش تقمي الطابلة كيفاش تحطي نبداوها من واحنا صغار. البنت عندنا في المدية ما تتزوجش زعما تقريبا قولي 20 سنة 19 سنة يزوجوها. في الفترة تاع الزواج تاعها قبل ما تزوج يماها تكون علمتها كل شيء، وما نحكيش غير على الطيابة، تكون معلمتها الخياطة، تكون معلمتها شوفي الأمور سورتو النظافة، أمور تاع النظافة. شوفي احنا عندنا في المدية هذوما الحاجات تسمى شوفي صعيب أنه أي مرة في المدية تتنازل عليهم، تقول لك معليش ما تطيبيش، معليش ما تكونش تعرفي تخيطي، ولكن الأمور تاع النظافة وترتيب البيت ولا هذه من الشغل تاع الدار. هذاك هو من الحاجات شغل مهمة بالنسبة للمدنيات. والوغ لا ولا زعما تكون هذه البنت زعما منش نشكر لك في المدنيات اكيد. احنا بنات البلاد كامل والحمد لله فينا كامل الخصلات كامل كيف الحمد لله. ولكن والله العظيم صدقيني غير نسمع بزاف ناس يقول لي اللي حبيت هنا يجيبها مدنيه. نقول لك علاش، تلقاها ظريفه تلقاها مربيه بزاف. واحنا اغلبيه البنات عندنا شتي اللي دخلوهم الكتاتيب تاع القران من هما صغار، تلقاي تقريبا نسبة كبيرة منهم حافظين الكتاب الله من غير هذوك الأمور الروحانية تاع في الليل للصلوات التراويح في المساجد. تحسي أنه رمضان في المدية عنده طعم أخر وشغل روحاني أكثر منه تاع طابلة وتاع ماكلة إكسترا. شهيتينا والله. لا لا راكم معروضين، راكم معروضين كامل عندي في المدية تخلفوها لي. ألوغ لا نهار عرس سعاد هذيك لازم تجيو، هذيك لازم تجيو إن شاء الله إن شاء الله يا رب العالمين. وأختك صافي وكيفاش أنت شحال تقيمي أختك زعما راهي واجدة صح باش تكون ربة بيت؟ شوفي نقدر نقول لك 90% راهي واجده. نقول لك علاش، وانا والله صدقيني انا ماشي من الناس اللي امنوا باللي الشطاره تاع البنت ماشي غير كوزينه ولا صح. الشطاره تقدر تكون كلمه طيبه تقوليها لعجوزتك، الشطاره تقدر تكون مثلا تصرف مليح منك. احنا علاش ديما بالك تشاطروني الراي، احنا عندنا بناتنا دائما نهار نحبوا نزوجوهم يروحوا معمرين من راسهم. إيه بالك العجوزه بالك اللوسه تروح ديجا كيما نقولوا ديبريمي ديجا يعني المورال تاعها طايح شغل رايحه تجوز ان كومباول ماشي راح تزوج صح. هي وكاينين امهات لا نهار اللي تزوج بنتها شوفي تحطها قدامها صح سبق النية خرجتي من عندي انا يماك راكي راحه الام وخدوخه امك ثاني خرجتي من عند خياتك خواتات راجلك هما خياتك ثاني. هذاك الراجل ديري في بالك بلي ماهوش مجرد زوج فقط، هو سند قدمه. وكاين بابات بالك تشاطروني فيها الراي اكيد كاين بابات يقول لك شوفي بنتي انا ربيتك وكبرتك وقريتك وعلمتك للمستوى اللي نحبك لما تروحي لبيوت الناس تفرحيني تحمر له وجهك كيما نقولوا. يقول لك بكري يا بنتي كانوا يقولوا بنت فلان بصح درك واش يقولوا مرت فلان. هذه هي العادات اللي احنا لازمنا ديما نشدوا فيها. شوفي واش رايك يا فريده؟ ما شاء الله شبابه ما شاء الله. جيبي 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 الكيسان جيبي جيبي هاتي هاتي الكغاته جات واحد الخبزه شنو نقول لك اللي ما يحبش فلاغي واللي يحبوا. جيبي جيبي باش نسربي واحد برك هذاك سمعي نسربي واحد برك تشوف فريده ومن بعد هذيك الاخرين نسربوها. لا شغل كاس اه اختي انا ثلاثه نسربي وثلاثه خليني نشوف بعينيا
واش تشوفي اللي تشوفي بعينيك شي الجيل تاع دوكا ياه تشها نتشها فيه ما ديريش الطبايع هكذايا في عند عجوزتك نتشها هكا نحب نشوف تعرفيني نحبك نشوف القلب شوفي شوفي حنونه شكون شدك الله ها رانا نرحينا الجو شوفي الله الله درناه في الكيسان واش رايك الله الله واحد البنه ومن بعد كاين فطر ذوقي هذا السؤال بيان احنا نلعبوا شي هكا نقصروا بيناتنا شوفي كيفاش خروطي 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 وجبتي هاك مخلات وجبتي ها صباح يا درا السؤال واش يقول يا درا لو كانت تروحي تسهري عند الناس تروحي بيدك فارغين ولا معمرين لا لا معمرين صح مستحيل نقدر ندخل لدار الناس بلا ما يكونوا يديا يديهم فارغين لازم ربي يحفظك والله ان شاء الله الله ان شاء الله ان شاء الله احنا متاكده بلي شوفي سقسي اي وحده جزائريه قولي لها لما تدخلي لدار الناس لاول مره حتى لو كانت ماشي لاول مره كل مره تروح الا لما تدي معها حاجه هذه صح. عقليتنا هكا تربينا تربينا على الكرم وتربينا هو جزء من عقليتنا يلا قولي لي في المديه كيفاش ديروا الاجواء تاعكم يعني في السهره كيف وين تروحوا تسهروا في رمضان في المديه شوفي كما حكيت لك مع الاول عندنا رمضان عنده نكهه خاصه الشوارع تاع المديه كامل تتحول شتي كانوا ما يرقدوش الناس ما يرقدوش نبدا نحكي لك مع الاول على الجانب الديني المديه بزاف معمره بالمساجد مساجد واكبر مسجد عندنا في المديه اسمه مسجد النور درجه انه الله يبارك لدرجه انه تلقاي زعما ديجان هكذا مع اولادهم الصغار وحنا عندنا في المديه يتزوجوا بكري باش نقول لكم عندنا لي جون الاولاد ولا البنات يتزوجوهم هما صغار تقريبا تلقاي عمره بالك نقولها لكم كشغل للامانه نعرف انا واحد معايا كوليك معايا في الجامعه عمره 32 سنه يبان جد تخيلوها 32 سنة وجدة وليدو غير كيما قال جاب لنا طمينا الجامعة قالنا بلي شوفوا كنتي زيدت يزيدوهم صغار علاش يقول لك أنا نحب نفرح بهم وهما يشوفوا الزواج هذاك لأنه سترة تعرفي غض البصر هذو الأمور قلت لك دي الأمور الدينية في المدية عندها نوع يعني من بالتدقيق ماشي غير مدققين البنات قلت لك وإحنا صغار ما كانش بنت عندنا في المدية ما دخلوهاش للكتاتيب نعيط لهم الكتاتيب ومازالت عندنا هذوك الالواح التقليديه نقراو فيهم نجو حشيه للدار انا بنتي مريم هي تقرا في لاكراش وكانت من بين الامور اللي لازم تتعلمها هي للدين كل يوم تجي للدار تقول لي ماما انا حفظ سوره المسد حفظ سوره الاخلاص الله يبارك لها 4 سنين فقط الحمد لله يا ربي ربي يخلي لكم ان شاء الله وان شاء الله عقوبه لويسام وويسام واختك ثاني اكيد ربي يحفظك وكي تجوا لي المديه شوفوا وين نديكم نديكم كيما جامع النور نديكم بلاصه يسموها طحطوح بزاف شاب وفيها هكا الموفمون تاع الحركه والناس ولا الحلويات التقليديه تتباع زلابيه عندنا ما نحكيلكش زلابيه تاعنا شابه بوفاريك دات شي عبرك الناس بوفاريك يسمعوها يزعقوا زلابيه تاع المديه هي المديه معروفين بالرشطه بالكسكس المداني بزاف شباب صح وعندنا مناطق يا وسيله نهار اللي تجولينا ان شاء الله نعطيكم المنطقه في قصر اسمها قصر البخاري تاكلوا طعام احنا نقولوا طعام على بالك ما كليتوش في حياتكم سبحان الله طعام الله يبارك وحنا منطقه فلاحيه صوبتي وصلنا نعرفوا اللحم يطيبوه بيان الحم زعما نعرفوا له طري بيان باسكو منطقه فلاحيه احنا كي يجي يدخل لنا رمضان نتبدلوا 180 درجه على هكذا اذا ما جيتوش ليا في رمضان انا ما نجيش ندير لكم الفلاطه لا باش نتفاهموا جاي ندير لها الفال من ثم احنا مرحبا قولي لي تحبي تسمعي البقاله تحبي الفال تامني به احكي لي شوفي البقاله نحب نسمعهم ولكن الفال مرات صح تصدق ومرات نحسهم زعما شغل سي فري كو ما تصدقش بصح على الاقل طلعي بها المورال صح ولا لا وصح شوفي كاينين حاجات احنا دي فوا صح ما نأمنوش بهم بصح لو كان زعما نتفائلوا بالخير تنوضي الصباح تلقاي بنادم هكا وتشباب هكا ويستقبلك مليح تفائلي به تفائلي به ربي صبحت على واحد مربوح صح كي بقى انا الصباح قبل ما نجي لكم شفت مريم شفتي ما عرفت بلي وجوه مربوحين تلاقيتكم صح ولا ما كاينش صح صح ربي يحفظكم ان شاء الله يعيشكم زيدي خروطي من هيك كيما قالت لك نقرا لك السؤال الفال بسم الله بصح ننويه لا بيان سور نويه داخل القلب بسم الله نويه فريده نويه بسم الله بديت وهذه البقاله ليك يا فريده نويه قال لك ما راني طبسي نتكسر وما راني ورده ندبال راني خاتم من ذهب واللويز في يد سيد الرجال الله حبيت نديه بيه ويوتها على مريم بنتي يا عمري الله يخليها لك تشوف راسك ان شاء الله نديها لها ليها نديها لها بيان سور عطيني اياها هاكي
شوفي كتبي لنا كلمه انا واختي وسيم. خلاص اوكي هسه نفتح لك برك وين دقيقه يا فريده. نبداو بالمعلمه تاعنا بوسيله. الله يسلمك. هاك يا عبري 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 بزاف عجبني الحال. هاي الحمد لله احنا ثاني فرحنا بك سمي وجيتي تعرفي كي طلعتي لها الماء وانا بردتيني خاطر كي هضرت معاها ما خبيش عليك يا فريده نو صافي تعرفتي تتعاملي مع المواقف شنو قالت لك نورمالمون ما تحكيش معك تحكي معي لما انا كنت صح ولا لا؟ هاي شوف ما راكي راكي مع شيف في الكوزينه وشيف في راسها سي بون. خليها عقلها بديتي هي محنتي. قولي لي درتي خلاص كل شيء واجد. الله الله كيفاش راهي هذيك لاطونس حلا راهي زاهيه وش بيك انت كل ديش غوج. اه وي يا اختي في لو غوج بيان سور زيدي سنين يا فريده شوفي تعرفي احنا عندنا تيتونا الدلاله ومرت محمد اللبان. ايه صافي هذو لازم يشوفوا بلي صح فريده كانت معانا انا دروا لكم سهر نوريوهم. هذه الوسيله هذه الغاليه وسام. شكرا الغاليه وسام شفتي صح غاليه انا عجبتني. شوفي نقول لك انا عجبتني كيفاش راهي تخمم تعرف بلي بناتنا لو كانوا يخمموا كما هي. شوفي اللي فاتك جات حكات لك وقالت لك شوفي واش صرا لي عرفي بلي الانسانه هذه تتقبل النصيحه واش نقول لك ولا غير ماشي قدامها فريده. ما جات تحكي لي غير بالسيف حشمت حتى لو اصريت قلت لها يحكي واش كاين نعرفها اختي من وجهها ياك هكذايا حشمت قالت لي هضرت معايا قلت لها لا لا ما تهضرش معاك انت هادو امور يحكوا فيهم الكبار فوالا شتي دارت لك صفحه ليك وصفحه ليا. بيان سي زيدي منضيلي هنايا يا اش فكره راني باينه شابه قرينا بصح تاعي وتاعها. هذه الوسيله وسيله الغاليه كل عام وانت منوره حبيبتي كل عام وانت الاجمل والاحلى والاطيب. شكرا شكرا ربي يحفظك ويحميك من كل سوء. امين يا حبيبتي ربي يحفظك. هذه بنتي الغاليه وسام الغاليه وسام ربي يفرحك ويهنيك ونفرح بك يا اجمل ورده يا ملك وتفرحي بمريم ان شاء الله. صح ما غلطتش ملك لا ربي يحفظك ان شاء الله. يعطيك الصحه ميرسي بوكو تعيشي ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله كي نعاود نجي ان شاء الله نلقى فرحانه ونلقى معك بيبي صغير هكذا ان شاء الله. ان شاء الله وزيد تحكي لك على المشاكل تاع البيبي فريده. يلا قولي لي كمحاميه يعني هكا بين العمل والاخر تتعبي احكي لي شويه. شوفي التعب فيها فيها ومشي مشي احنا مجتمعنا من ذاك وسيله بالك تشاطرين الراي يدي نظره على انه المراه العامله ما تقدرش توفق. صح يقولوا صح يقولوا لك عامله دارها نسمعوا هذه الامور والله ما كاينه منها سورتو محاميه. شوفي والله يسعد وليدها محاميه نقول لك علاش محاميه تلقاها منظمه تلقاها انسانه تعطي قيمه للوقت. هذاك النهار نروح للمحكمه من المحكمه لازم نروح للمكتب المستقبل تمشي بالك بلا جوندا بلا جوندا لا جوندا تمشي بها ندخل للدار نجيب وليدي من لاكراش نقري نطيب نديرها تلقاها انسانه منظمه. نفس الشيء بالنسبه للمحامي علاش تلقاي ديما المراه اللي تتزوج محامي تلقاها تقول لك انا راني مهنيه لانه انسان شابع من راسه او شاف الهموم اشكال من المشاكل ديجا صح من المشاكل صح. لما تصادفوا مشكله وهذه واحد قالها لي زميل قال لي صدقيني لما ندخل للدار ونلقى مرتي مقلقه ولا قال لي والله من سقسيها علاش قال لي بالعكس قال لي نعطيها فتره هكذا من الراحه نحكي لها انا على ويجوز عليها ويجوز عليها لانه ديجا قال لي قال لي نبدا نقارن بين المشكله اللي راني اللي قالتها لي مرتي وبين المشكله تاع السيد اللي جا قالها لي الصباح قال لي نقول الحمد لله يا ربي انا وين هو وين. قال لي نحاول نمتص الغضب تاعها ولا نقول لها سامحيني راني مقلق قال لي وتمشي الامور. جزء كبير قلت لك من مشاكلنا نحلوها لما نسامحوا ولما نتنازلوا والتنازل احيانا يكون قوه صح 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 ولا لا شفتوا المشاكل ثاني تتحل لما نتواصل يعني تكون حوار حوار صح اذا ما كانش الحوار خلاص الحوار يحل كل المشاكل هذه لانه ما نتحاوروش ما نقدروش نحلوا مشاكلنا لازم نجي كيف راكي وسام اليوم شوف وليدي كيفاش داير هكذا هكذا عيطي له نجوا نحكيوا مع بعضنا وكاينين عائلات يديروا اشراك في الحوار حتى لاولادهم يدخلوهم طرف لانه حيحملوهم روح المسؤوليه تاعهم لازم يعني حتى الابناء يمشوا على طريقه يعني الاب ديالو ولا الام ديالو اذا شافوهم هكا ديما لا باكار كذا تشوفيهم ديما جابين جابين اذا شافوا هذيك العائله فرحانه كذا حتى الاولاد تلقاه يدخل روحه مام هو يمد رايه يعطي رايه مام زعما ما يقولولوش يقول لهم معليش هكا وهكا وهكا تشوفي هذه هي هذه هي الحاجه اللي نتمنى ان شاء الله تكون في المجتمعات ان شاء الله. كيما انت قلتي جيتي وعرضتينا احنا ما تروحيش يديك فارغين. شوفي عندك لو كوفخي تاع فيفا كوسي لي بلان دو كوسميتيك باش للاطفال وليك انت ياكل كل عائله. عندك لو فولا من عند فيكتوري هاند باك وعندك كذلك ياقوت بيو اللي تهديك كذلك منتجات طبيعيه بيو باش ديري في وجهك ديري شويه ديري لي ماسك وديري تهلاي باينه على بوت شابه الله يبارك الله يبارك. بيان سور روحي نصور باين ديري
الفيه ورك هذا الشباب هما انتوما والله يسلمك هذا الشباب هما انتوما كدنا يدنا يروح 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 صوري هذه لازم السلفي باش نقولوهم لي بخاف اش بك انتيا الله يعطيك الصحة. يبوسك والله غير شرفتينا حبيبتي. أنا باش نقول لك وصحة رمضانك رمضانك أنت والعائلة ديالك. وعطوني الهدية. لا نجو إن شاء الله نجو. هذه واش تقولي للمشاهدين هذا رمضان؟ أكيد نقول للسادة المشاهدين رمضانكم بالصحة والهنا إن شاء الله. ينعاد عليكم وينعاد على الأمة الإسلامية والجزائرية بالتحديد بالصحة والهنا. صوموا رمضان إيمانا واحتسابا. ونصيحة لكل الأزواج يعني ردوا بالكم على زوجاتكم الله فيهم بزاف سخطوا في هذا الموسم دير في بالكم انها راهي كيما انت راهي صايمه ومع ذلك راهي تتعب وتشقى غير باش تفرحك على الطابله وباش تزهيك الو ابسط حاجه انها لما تتحط الطابله قولها يعطيك الصحه يا مرتي العزيزه ربي يخليك لي ان شاء الله هذه كلمه واحده تسوى الدنيا وما فيها يسلمك ربي يخليك لعائلتك كذلك ان شاء الله يا رب العالمين اللهم ان شاء الله نتلاقاونا ان شاء الله غدوه ان شاء الله في حلقه جديده جديد. مشكله جديده مع وسام عبره جديده وصحه فطوركم حضركم موسيقى